راي الناس بيهم ايه؟ راي الناس مثلا لو حد قال لك شكلك النهارده وحش وشعرك منحكش وايه اللبس اللي انت لابساه ده وايه الطقم البلدي اللي انت مش عارفه تطقميه ده والحاجات لا عادي انا شكلي حلو ده لو حد قال كده مش مشكله يعني انا مقتنعه بنفسي يعني بحب انزل شعري منفوش مش مشكله خالص مش هيضايق لا لا خالص بتشتغلي او بتدرسي؟ بشتغل طب لو انت مش قادره تضحكي ومتضايقه ومهزوزه من جواكي والمدير بتاعك قال لسه قايل لك انت فاشله والكلام ده كله لا هو يقول اللي هو عايزه انا مش فاشله هو يقول هو عايزه انت مقتنعه ان انت مش فاشله حتى لو مش فاشله مفيش حد فاشل يعني بس ممكن اكون بغلط بس هتعلم من غلطي لكن حته فاشله دي لو انا اعترفت بيها يبقى انا اقعد في بيتنا ما اعملش حاجه تمام هناخد من الناس في الشارع ايه العوامل اللي بتحصل بتخلي في انكسار وايه في الثقه بالنفس وايه العوامل اللي ممكن نعملها عشان نكتسب الثقه بالنفس يعني من جواكي عندك قناعه بنفسك طبعا لازم تمام بالنسبه للبنات لما يكونوا متضايقين من شكلهم وعايزين يعملوا عمليات في شكلهم ولا يقصقصوا في معدتهم ولا يقارنوا نفسهم بحد وفساتين حد والكلام ده تنصحيهم بايه؟ بصي البنات دول انا ممكن اكون اكتر حد مناسب بيتكلم عنهم لان انا ممكن يكون عندي شويه زياده في الوزن بس انا مقتنعه ان انا حلوه يعني الحمد لله ميرسي جدا بس انا بحس ان انا لا انت خليك واثق في نفسك يعني انا مش ناقصه ايد ولا رجل فهو قرار انت عندك مشكله في وزنك عندك مشكله في شكلك انت اقتنعي بنفسك حبي نفسك هتلاقي اللي قدامك بيحبك ارضي بنفسك من جواكي ارضي حبي نفسك حبي نفسك استثمري في نفسك رحله ان انت وانت بتستثمري في نفسك بيبقى في رحله واهلك بيدوكي سبورت او ادوري على الناس اللي هي بتشجعك في الرحله اللي انت فيها كوني مدركه ان انت عندك مشاكل وتستثمري فيها وتتعلمي منها راي الناس فيكي بيهمك قد ايه مهم بنسبه كبيره خصوصا لو الناس القريبه ليا اصحابي اهلي ماما طب انت بتشتغلي قدمتي على كام شغل قبل كده 4 لسه متخرجه موضوع الانترفيوز ده قضيت كذا واحده لحد ما ظبطت حالي يعني انت اترفضتي في اول 3 او ما اترفضتيش ما اتقبلتيش في اول 3 اي واز اكسبتد اكشن بس هم ما حدش رجع كلمني فده اسوء تقريبا ايه ده ما بعمل ابلاي للشغل وفي من اللي ما بيردش بس انا بفضل ازن ده تفكير امريكي بحت لان ناس كتير اصلا مش عايزه تعمل ابلاي للشغل وبقابلها وناس عايزه تدخل للشغل اللي هو ايه يعني شبه الاعلام والكلام ده كله بس ازاي ما تزنيش لا تروحي وتزني وتتكلمي من هنا وتتكلمي من هنا والكلام ده كله عشان تبيني اللي قدامك انك جاده انك عايزه يمكن انت بيكي حاجه غلط او رافضينك لسبب او انت مش ما عندكيش المؤهلات الكافيه واحده من الثلاثه كانت كده بس اثنين كانت يعني اخر الانترفيو لا كويس وكان فيدباك بيبقى انا بطلب فيدباك في اخر اي انترفيو طب هم لو رايهم فيك ان انت لو انا كده في وشك انت زفت انت من جواكي هتبقى حاسه بايه؟ اكيد هتضايق وتاني هرجع اسال ليه؟ غالبا هديبيت في الموضوع لحد ما اوصل هتقعدي تقوحي معاهم لغايه ما تشوفي انت ليه زفت؟ بس ده مش بيحسسك ان انا زفت واروح البيت وشايله زفت دي على كتافي الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقني ان انا اللي احسس نفسي ان انا غلطانه لا انا كان المفروض ابقى احسن انا ما عملتش كده في الامتحان كويس لا كان المفروض اعمل احسن في الانترفيو دي لكن قليل يعني لما اخلي حد تمام طب البنت اللي ما عندهاش ثقه بنفسها اوكي نعالجها ازاي؟ تدور على حاجه تعملها حلوه قوي وتحط فيها all her effort تحط فيها كل ما في حاجه واحده بس بتعملها كويس لو حاجه هي بتحبها حتى لو اترفضت من المجتمع والناس واصحابها واتطلقت واتعلقت والكلام ده كله هتتبسط في الاخر وهتحسسها بسنس اوف اكمبلشمنت رز بقى لازم تكون هي حاجه بتحبها وتتقنها بالظبط انت عندك كام سنه؟ 23 عيد ميلادي النهارده اصلا جوزان طيبة حبيبي جوزان طيبة ماشي شكرا على الفشل قولوا لي بقى رأي الناس فيكي بيهمك قد ايه؟ لا خالص ما تفرقش ولا اي حاجة ولا كمان حلو قوي طب يعني لو انتم متجوزين؟ لا يعني لما الاهالي ولا الاقارب ولا الاصدقاء يمسكوكي بقى ان انت مش متجوزه وانت لا شكل شكل يعني في حاجه وكلام ده بتحسي بايه؟ عادي هو فين الرجاله اصلا يعني هو انا سوري يا جماعه هو انا هتقدم لنفسي يعني هل انا هتقدم لنفسي؟ يبقى انت مش معيوب بس لا بتيجي ناس بس كلها مش كويسه من ناحيه بقى الكومنتات اللي بتبقى جارحه من الرجاله لو حد بقى يمسكك شاب كده منه مش عارفه ايه شكلك وزنك الحاجات اللي هي بتيجي دي كده لا ممكن اديك فوق دماغه يعني عادي يعني طيب البنات بقى اللي عكستهم احنا عايزين نساعدهم او الناس عاده اللي هي بتبقى ما عندهاش ثقه بنفسها لازم تعرف قوي ايه اللي ناقصها عشان تعوضها ايه الحلو اللي فيها الهايلايت الحلو اللي فيها كل حد فينا ما حدش فينا بيرفكت يعني عشان تعالجي الثقه بالنفس لازم تشوفي ايه الحلو اللي فيكي بالظبط
فانا لو شايفه الحلو اللي فيا اللي قدامي هيشوف الحلو اللي فيا. الحاجه الحلوه فيكي ابرزيها، كل ما تبرزيها وتقولي بص انا بستثمر في الحاجه الحلوه اللي فيا، الحاجه الوحشه هتضعف، وفي نفس الوقت اللي قدامك هيشوف الحلو فهيحترمك. carry yourself يعني في امريكا يقول لك بمعنى يعني ان الانطباع اللي انت حاسه من جوه عنك، الشعور اللي انت حاسه عن نفسك بيبان، سبحان الله بيتنقل للي قدامك. هو اللي قدامك هيامن باللي انت حاسه بنفسك، هيامن انك ناجح لو انت حاسه انك ناجح. لو حاجه في حياتك هز الثقه بالنفس، بصي كتير يعني ممكن منهم موضوع العرسان، الناس اللي بترفض وبتترفض والكلام ده كله بيقلل الثقه بالنفس شويه، بس لما تحس بالرفض بيقلل الثقه بالرفض بالظبط. بس بعد كده اللي هو لا انا مش ناقصني حاجه، هو ممكن اكون ام تو بيرفكت فور هيم اصلا، فعشان كده هو مش هيقدر ان هو وثيقه في نفسي بالظبط. يعني انت لما بتاخدي الرفض في الاول عجبتي حد حبيتي حد وبعدين اترفضتي، فده بتزعل شويه وعلي زعلان، بس بعد كده ايه بقى الخطوات اللي بتعمل في دماغك عشان تطلعي من الزعل ده وتقولي لا؟ كل واحد بيقرب من ربنا، بيقرب من ربنا كتير جدا، وبعدين اللي هو بقى يعني صراحه ربنا هو اللي بيديكي الثقه دي. لا انت كويسه، انت ما فيكيش حاجه وحشه، هم العيب عندهم، هم مش عندك انت. روحانيات اللي هو اطلبي من ربنا، ايه المشكله لما كلنا كده؟ عشان كلنا obviously في مشاكل في الثقه بالنفس. نطلب ربنا يا رب يعني زدني قوه، زدني علم، زدني حاجه محتاجاها عشان خاطر ابقى انسان واثق عنده امانه بينه وبين نفسه، عشان يعرف يعيش في مجتمع بيمر بظروف نفسيه صعبه. بعد ما اترفضتي واقنعتي نفسك بالروحانيات وان انت تشوفي جدولك كده في الحياه، الله بص طول عمري ماشيه كويس والكلام ده، يمكن هديتي بقى ايه مستنيه بالظبط. فمش ده الرفض اللي انا، لا مش هو ده الرفض. حمدت ربنا لو اترفضت الحمد لله عادي مفيش مشكله. تمام، فرصه سعيده جدا.